سؤال 21، لماذا تتهدى العضلات عند أغلب الذين يخصصون أوزانهم؟ أغلب اللي يخصصون أوزانهم اللي ما يمارسون الرياضة العضلات مالتهم راح تذوب، فعلى هالأساس تتهدى عندهم. يعني هذا الآن إذا تلاحظوه شوفوا التهدل اللي صاير نتيجة أنه العضلات ذايبة، نتيجة صار التهدل، فمارس الرياضة ما راح تتهدى عضلاتكم على الإطلاق. نذهب إلى المشهد الآخر. هذا واحد ثاني، هذا واحد ثاني اللي هم تهدى الأعضاء في الوقت اللي هذا هم خسس وزنه لكن عضلاته قائمة بحد ذاته لأنه مارس الرياضة أثناء عملية التخسيس. فحاولوا جهد الإمكان أن تمارسون الرياضة أثناء التخسيس حتى لا تذوب عضلاتكم وليصير حالة التهدل عندكم. والسلام.